فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت من يقول إن قول صلى الله عليه وسلم لغير النبي إن ذلك جائز بشرط أن لا يتخذ شعارا له، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام أهل العلم، نعم قالوا هذا، ذكره ابن كثير في تفسيره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.